خليني ابتدي مع حضراتكم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي تسلم امبارح اوراق اعتماد 15 سفير جديد، بينهم السفير محمد بن يوسف سفير تونس، والسفير عبد الله بن ناصر سفير سلطنه عمان، والدكتور حمد سعيد الشمسي سفير دوله الامارات العربيه المتحده، والسفير امجد عوده سفير المملكه الاردنيه الهاشميه. واكد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائيه مع دول السفراء الجدد بالتأكيد في كافة المجالات. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا. سلام مملكة تايلاند. سعادة سفير مملكة تايلاند. سعادة سفير كندا. سعادة سفير الجمهورية التونسية. سعادة سفير جمهورية الدومينيكا. سعادة سفير جمهورية أندونيسيا. سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية. سعادة سفير جمهورية جنوب أفريقيا. سعادة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. سعادة سفير جمهورية ناميبيا. سعادة سفير سلطنة عمان. سعادة سفير جمهورية الصومال الفيدرالية. سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية. سعادة سفير جمهورية بنين. سعادة سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.